السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي، وشكرا على تشغيل الفيديو. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نعرض سلسلة جديدة، أتمنى إن شاء الله إن هي تنال إعجابكم. هتكون عنوانها قصة عن ماشي. كل يوم إن شاء الله أو كل حلقة هنعرض فيها قصة جديدة، هنتعلم فيها معلومة مفيدة أو نصيحة، أو هتكون تذكرة لينا إن شاء الله تفيدنا في حياتنا. محتوى قصتنا يا أصدقائي النهاردة بيحكي أنه كان هناك قبيلة تعرف باسم بني عرافة، وسميت بذلك نسبة إلى أن أفراد هذه القبيلة يتميزون بالمعرفة والعلم والذكاء الحاد. وبرز من هذه القبيلة رجل كبير حكيم يشع من وجهه العلم والنور، وكان لدى هذا الشيخ 3 أبناء سماهم جميعا بنفس الاسم، ألا وهو عبد الله، وذلك لحكمة لا يعرفها سوى الله ومن سمى هذا الرجل الحكيم. ومرت الأيام وجاء أجل هذا الشيخ وتوفى، وكان هذا الشيخ قد كتب وصية لأبنائه يقول فيها: عبد الله يرث، عبد الله لا يرث، عبد الله يرث. وبعد أن قرأ الإخوة وصية والدهم وقعوا في حيرة من أمرهم، لأنهم لم يعرفوا من هو الذي لا يرث منهم. ثم أنهم بعد المشورة والسؤال قيل لهم أن يذهبوا إلى قاض عرف عنه الذكاء والحكمة، وكان هذا القاضي يعيش في قرية بعيدة، فقرروا أن يذهبوا إليه. وفي الطريق وجدوا رجلا يبحث عن شيء ما، فقال لهم الرجل: هل رأيتم جملا؟ فقال عبد الله الأول: هل هو أعور؟ فقال الرجل: نعم. فقال عبد الله الثاني: هل هو أقطب الذيل؟ قال الرجل: نعم. فقال عبد الله الثالث: هل هو أعرج؟ فقال الرجل: نعم. فظن الرجل أنهم رأوه لأنهم وصفوا الجمل وصفا دقيقا، ففرح وقال: هل رأيتموه؟ فقالوا: لا، لم نره. فتفاجأ الرجل كيف لم يروه وقد وصفوه له. فقال لهم الرجل: أنتم سرقتموه، وإلا كيف عرفتم أوصافه؟ فقالوا: لا والله لم نسرقه. فقال الرجل: سأشتكيكم للقاضي. فقالوا: نحن ذاهبون إليه، فتعالى معنا. فذهبوا جميعا للقاضي، وعندما وصلوا إلى القاضي وشرح لهم كل شيء قال لهم: اذهبوا الآن وارتاحوا، فأنتم تعبون من السفر الطويل. وأمر القاضي خادمه أن يقدم لهم وليمة غداء، وأمر خادما آخر بمراقبتهم أثناء تناول الغداء. وفي أثناء الغداء قال عبد الله الأول: إن المرأة التي أعدت الغداء حامل. وقال عبد الله الثاني: إن هذا اللحم الذي نتناوله لحم كلب وليس لحم ماعز. وقال عبد الله الثالث: إن القاضي ابن زنا. وكان الخادم الذي كلف بالمراقبة قد سمع كل شيء من العبادلة 3. وفي اليوم الثاني سأل القاضي الخادم عن الذي حدث أثناء مراقبته للعبادلة وصاحب الجمل، فقال الخادم: إن أحدهم قال أن المرأة التي أعدت الغداء حامل. فذهب القاضي لتلك المرأة وسألها عما إذا كانت حاملا أم لا. وبعد إنكار طويل من المرأة وإصرار من القاضي اعترفت المرأة أنها حامل، فتفاجأ القاضي كيف عرفوا أنها حامل وهم لم يروها أبدا. ثم رجع القاضي إلى الخادم وقال: ماذا قال الآخر؟ فقال الخادم: قال أن اللحم الذي أكلوه على الغداء كان لحم كلب وليس لحم ماعز. فذهب القاضي إلى الرجل الذي كلف بالذبح فقال له: ما الذي ذبحته بالأمس؟ فقال الذابح: أنه ذبح ماعز. ولكن القاضي عرف أن الجزار كان يكذب، فأصر عليه أن يقول الحقيقة، إلى أن اعترف الجزار بأنه ذبح كلبا لأنه لم يجد ما يذبحه من أغنام أو ما شابه. فاستغرب القاضي كيف عرف العبادلة أن اللحم الذي أكلوه كان لحم كلب وهم لم يروا الذبيحة إلا على الغداء. وبعد ذلك رجع القاضي إلى الخادم وفي رأسه تدور عدة تساؤلات، فسأله إن كان العبادلة قد قالوا شيئا آخر، فقال الخادم: لا، لم يقولوا شيئا. فشك القاضي في الخادم، لأنه رأى على الخادم علامات الارتباك وقد بدت واضحة المعالم على وجه الخادم، فأصر القاضي على الخادم أن يقول الحقيقة. وبعد عناد طويل من قبل الخادم قال الخادم للقاضي أن عبد الله الثالث قال أنك ابن زنا، فانهار القاضي. وبعد تفكير طويل قرر أن يذهب إلى أمه ليسألها عن والده الحقيقي. وفي بداية الأمر تفاجأت الأم من سؤال ابنها، وأجابته وهي تخفي الحقيقة وقالت: أنت ابني وأبوك هو الذي تحمل اسمه الآن. إلا أن القاضي كان شديد الذكاء، فشك في قول أمه وقرر لها السؤال، إلا أن الأم لم تغير إجابتها.
وبعد بكاء طويل من الطرفين وإصرار أكبر من القاضي في سبيل معرفة الحقيقة، خضعت الأم لرغبات ابنها وقالت له أنه ابن رجل آخر كان قد زنى بها. فأصيب القاضي بصدمة عنيفة، كيف يكون ابن زنا وكيف لم يعرف بذلك من قبل؟ والسؤال الأصعب، كيف عرف العبادلة بذلك؟ وبعد ذلك جمع القاضي العبادلة الثلاثة وصاحب الجمل لينظر في قضية الجمل وفي قضية الوصية. فسأل القاضي عبد الله الأول، كيف عرفت أن الجمل أعور؟ فقال عبد الله، لأن الجمل الأعور غالبا يأكل من جانب العين التي يرى بها، ولا يأكل الأكل الذي وضع له في الجانب الذي لا يراه. وأنا قد رأيت في المكان الذي ضاع فيه الجمل أثار مكان أكل الجمل، واستنتجت أنه الجمل الأعور. وبعد ذلك سأل القاضي عبد الله الثاني قائلا، كيف عرفت أن الجمل كان أقطب الذيل؟ فقال عبد الله الثاني، إن من عادة الجمل السليم أن يحرك ذيله يمينا وشمالا أثناء إخراج الفضلات، وينتج ذلك أن تتبعثر مفتتة في الأرض، إلا أنني لم أرى ذلك في المكان الذي فيه الجمل، بل على العكس رأيته من غير أن ينصر، فاستنتجت أن الجمل كان أقطب الذيل. وأخيرا سأل القاضي عبد الله الأخير قائلا، كيف عرفت أن الجمل كان أعرجا؟ فقال عبد الله الثالث، رأيت ذلك من أثار خف الجمل على الأرض، فاستنتجت أن الجمل كان أعرج. وبعد أن استمع القاضي العبادلة اقتنع بما قالوه، وقال لصاحب الجمل أن ينصرف بعدما عرف الحقيقة. وبعد رحيل صاحب الجمل قال القاضي العبادلة، كيف عرفتم أن المرأة التي أعدت لكم الطعام كانت حاملا؟ فقال عبد الله الأول، لأن الخبز الذي قدم على الغداء كان سميكا من جانب ورفيعا من الجانب الآخر، وذلك لا يحدث إلا إذا كان هناك ما يعيق المرأة من الوصول إليه كالبطن الكبير نتيجة للحمل، ومن خلال ذلك عرفت أن المرأة كانت حاملا. وبعد ذلك سأل القاضي عبد الله الثاني قائلا، كيف عرفت أن اللحم الذي أكلتموه كان لحم كلب؟ فقال عبد الله، إن لحم الغنم والماعز والجمل والبقر جميعها تكون حسب الترتيب التالي، عظم، لحم، شحم، إلا أن الكلب فيكون عظم، شحم، لحم، لذلك عرفت أنه لحم كلب. ثم جاء دور عبد الله الثالث، وكان القاضي ينتظر هذه اللحظة. فقال القاضي، كيف عرفت أني ابن زنا؟ فقال عبد الله، لأنك أرسلت شخصا يتجسس علينا، وهذه العادة تكون في الأشخاص الذين ولدوا بالزنا. فقال القاضي، لا يعرف ابن الزنا إلا ابن الزنا. وبعدها ردد قائلا، أنت هو الشخص الذي لا يرث من بين أخوتك لأنك ابن زنا. أتمنى أصدقائي يكون محتوى القصة النهاردة إن شاء الله عجبكم، وإن شاء الله نلتقي في محتوى جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.